خلونا نذهب إلى خبر آخر، وهو الاستمرار في مبادرة إحلال المركبات. كنا اتكلمنا عليها، إحلال المركبات القديمة بمركبات جديدة. ولكن عندنا الخبر، عندنا إنه في 3 شركات طالبوا بزيادة الأسعار. ليه زيادة الأسعار؟ لأنه الأسعار بتزيد في كل حاجة. احنا كنا اتكلمنا على الموجة التضخمية في الخارج، واتكلمنا ان ده تأثيرها بيجي على كل حاجة، على الاكل، على الشرب، على مواد البناء، على السيارات في المقام اساسي، على السيارات، لان السيارات بيقل انتاجها، بيقل شحنها، بتزيد اسعارها. وبالتالي احنا عندنا زيادات في الاسعار، ففي زيادات من تصل الى 15000 جنيه، من اعتقد من 3000 جنيه الى 15000 جنيه، نتيجة طبعا قلة الواردات من السيارات. معنا على الهاتف الأستاذ أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات. أستاذ أحمد مساء الخير، وصلنا لفين في يعني كم عدد المركبات اللي تم إحلالها لحد هذه اللحظة؟ مساء الخير أستاذ لميس، أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. احنا في الحقيقة تلقينا حتى الآن نحو 34000 طلب لإحلال سيارات ملاكي وتاكسي ومايكروباص. تم إحلال نحو 8000 سيارة من الأنواع الثلاثة، الغالبية العظمى منها سيارات ركوب ملاكي للمواطنين يعني. وزي ما حضرتك وضحتي، هو موضوع ارتفاع الأسعار هو له أسباب على مستوى العالم، منها نقص بعض المكونات زي الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري للمكونات دي اللي هي بتيجي من دول مختلفة من العالم. احنا بنقدم سيارات بتنتج محليا بنسبة مكون محلي 45%، وده معناه ان في اكتر من 50% بيتم استيراده من الخارج، وبالتالي بتتأثر هذه الصناعة بالاسعار العالمية للمكونات دي. ايه الثلاث شركات اللي طلبت رفع الاسعار يا استاذ احمد؟ ما اعرفش متاح ليا ان انا اقول مركز. اتفضل. لا طبعا طبيعي. احنا معانا مجموعه، فهم 4 شركات اصلا الموجودين. اتفضل قول لي ايه يعني ايه الشركات اللي طلبت زياده الاسعار. احنا عندنا في الحقيقه يمكن 7 شركات حتى الان. في شركات بتنتج سيارات زي اللادا وبي واي دي والهيونداي والنيسان والشيفروليه الاوبترا، بالاضافه الى سيارات الميكروباص اللي هي انواع صينيه بتجمع في مصر زي حاجه اسمها كينج لونج وزي ماكس. الشركات دي كلها طلبت زياده الاسعار وقدمت مبرراتها لهذا. درس ده في اطار المبادره والاداره المسؤوله عن المبادره، وكانت كلها في الحقيقه اسباب زي ما حضرتك تفضلتي وانا وضحت بعد كده، كل دي اسباب قبلتها اداره المبادره. لكن في حاجه احب اطمن بيها الساده المواطنين المتقدمين للمبادره، ان لا تزال اسعار السيارات داخل المبادره هي اقل منها خارج المبادرة بنسبة يمكن في حدود 5%، لأن دي من ضمن المميزات والحوافز المالية اللي بتقدمها المبادرة من البداية، إن سعر السيارات لدينا أقل من سعر السوق علشان حجم المبيعات اللي بنوفره لهذه الشركات، فبتدينا خصم تجاري جيد بيستفيد منه المواطن المشارك في المبادرة، بالإضافة بقى للمميزات الأخرى اللي هي سعر فايدة 3%، تقسيط على 7 و10 سنوات، ووثيقتين تأمين على السيارة وعلى صاحبها، زائد الاسطوانة الغاز اللي بتركب في مصنع السيارة. الحافز كمان أعتقد في 10% حافز أخضر اللي هو بالإضافة بالظبط كده، بالإضافة للحافز الأخضر 10% في الملاكي من سعر العربية، 20% في التاكسي، 25%. يعني ايه حافز؟ يعني بتخفضوا لهم ولا بتدوا لهم كاش ولا ايه؟ ده مقدم السيارة بتدفعه الخزانة العامة للدولة نيابة عن المواطن، هو غير مطالب بيه، هو بيبدأ القسط على طول، يعني السيارة بدون مقدم. يعني بدون مقدم، وده مقدم ما بيتدفعش تاني بعد كده.
لا لا خالص، هي الدولة بس بتدفعه للشركة اللي هي شركة إنتاج السيارات، وده تقريبا يعني الدولة راصدة لده حوالي 2 مليار دولار، 2.1 مليار جنيه، عفوا 2 مليار جنيه في الميزانية، في ميزانية هذا العام. في الحقيقة أكتر من كده، هو 3 مليار 7 مليار و100 مليون على مدار 3 سنوات، ال 2.1 اللي حضرتك تفضلتي بيها في السنة الأولى فقط. فسبعة مليار على مدار 3 سنوات، يبقى السنة دي كام؟ السنة دي 2.1 مليار. 2.1 مليار. وربما المبلغ يعني يتحرك في السنوات القادمة على حسب حركة الطلب. طيب احنا دلوقتي حضرتك بتقول لي انه 8000 عربية بس من المبادرة اطلقت في يناير، فمش شايف ان 8000 عربية تم احلالها ده عدد قليل جدا استاذ احمد؟ ده سؤال مهم، لكن احنا بنقيس بالنسبة لإيه؟ لو من ال 34000 مثلا اللي قدمه ده ممكن، لو احنا بنبص على قياسها الى عدد الطلبات فتبدو ان هي اعداد قليلة، لكن في حقيقة الامر القياس بيكون لقدرة الشركات على الانتاج وعلى البيع. كل الشركات اللي معانا اللي اتكلمنا عنها في بداية اللقاء مع حضرتك، هذه الشركات باعترافها ان هي لم تحقق هذا الحجم من المبيعات من السيارات محلية الصنع طول الفترة اللي فاتت قبل ما تنضم للمبادرة. يعني الشركات عندنا في المبادرة بتقدم لنا مثلا المتوسط بتاعها من 400 ل 500 سيارة كل شهر بتتحقق مبيعات من عندها، هذا الرقم لم يكن يحدث من قبل نهائيا. احنا بنقدم في الشهر دلوقتي مع الأزمة في حدود 1000-1200 سيارة كل شهر بيتم تسليمه. الأرقام دي أرقام غير مسبوقة بالنسبة لهذه الشركات. مع الأزمة فده ربما يكون بيؤدي كمان إلى ضعف القدرة الإنتاجية بنسبة 40% خفض، وكل ده بيأثر على الأرقام. لكن على الأقل حصل حركة انتعاش في سوق السيارات منذ أطلقت المبادرة، حصل حركة لدى البنوك، عندنا 31 بنك بتعمل ائتمان وتمويل للسيارات، شركات التأمين اللي معانا في المبادرة. يعني عايز أقول إن هذه المبادرة أدت إلى حراك في السوق الاقتصادي، سوق السيارات والبنوك والتأمين وغيره. من ال 2 مليار بوينت 1 المرصودين السنه دي، احنا كده في ال 8000 عربيه انفقنا كام بالظبط يا استاذ احمد؟ في حدود 180 مليون جنيه تم سدادها حتى الحين. وحضرتك بتقول لي انه يمكن التاخر ده نتيجه لعدم توفر الانتاج السيارات نتيجه اللي حاصل في سلاسل الامداد عموما، وتاخر يعني احنا عندنا انخفاض في انتاج السيارات 40% تقريبا. بالظبط، احنا لما اتكلمنا مع الشركات منذ بداية المبادرة كان عندهم خطط جديدة واستراتيجيات جديدة بدأوا يحطوها لما المبادرة اطلقت. بعضهم كان بيخطط للتوسع بانشاء مصانع جديدة في مصر لانتاج هذه السيارات، ورجعوا للشركات الام والشركات اللي هي صاحبة الماركة العالمية، رحبوا بالمبادرة كأن هي يعني فتحت حجم حصة سوقية أكبر لهذا الاسم التجاري في مصر بعد المبادرة ما أطلقت. لكن للأسف هذه الخطط تأجلت نتيجة الأزمة العالمية. الأزمة العالمية، الزيادة بقى بنتكلم في كام اللي هو في أسعار السيارات؟ بنتكلم من 3 ل 15 ألف، ودي هتطبق من امتى يعني؟ على اي مين اللي يعني اللي قدمه خده خلاص، لكن انت بتتكلم فيه عندك 34000، بقيه ال 34000 هتطبق على مين بالظبط؟ طيب هو السؤال له اكتر من شق في الحقيقه، احب اوضحه، وانا بشكر حضرتك على السؤال لانه هيوضح امور كثيره بالنسبه للساده المتابعين لينا. اول حاجه الزيادات كلها تقل عن 10% من سعر السيارة الحالية، وده كان شرط من شروطنا معاهم في البداية، ما ينفعش أزود أكتر من 10%. وفي الحقيقة هي مش واصلة ل 10% خالص، هي بالأرقام كده 3000 5000 10000 15000 في الحدود دي، حسب كل عربية وسعرها من السيارات اللي موجودة والمعروضة عندنا. احنا عندنا 21 فئة وطراز بكماليات متنوعة وبالتالي بأسعار متفاوتة.
ده رقم واحد. رقم اتنين، مين اللي هيتأثر بزيادة الأسعار؟ اللي قد يتأثر بزيادة الأسعار هو الشخص اللي دخل بس سجل بعض البيانات له وما أكملش إجراءاته للآخر وما تمش تخصيص رقم شاسيه وموتور له في المبادرة، أو حصل على موافقة ائتمانية من البنك. طالما ما وصلش للمرحلة دي، مجرد أنه بس بيفكر في اسم عربية، في لونها، في كده، لسه ما كملش البيانات بتاعته، ده ممكن تنطبق عليه. لكن اللي تم تخصيص شاسيه وموتور وموافقة ائتمانية من البنك، خلاص بيعامل بالسعر اللي هو كأنه تعاقد عليه، وبالتالي فما بنعليش عليه السعر، واحنا اتفقنا مع الشركات على كده وهم فاهمين ده تماما ومتقبلين. عندك تفسير ليه الملاكي اكتر اقبالا على المبادره من التاكسي؟ في مجموعه اسباب لده في الحقيقه. رقم واحد، ان عدد السيارات الملاكي اللي مر على صنعها اكتر من 20 سنه في مصر وفقا لاحصائيه وزاره الداخليه حوالي 1,400,000 سياره. مقارنة بالميكروباص والتاكسي بعض مئات ألاف بسيطة، يعني 400,000 500,000، فبالتالي التفاوت واضح في العدد. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان في قبل كده مشروع التاكسي الابيض اللي هو بدأ في نهايات 2008 واستمر لغاية 2011 او 2012، حصل في احلال للسيارات التاكسي الاسود القديم بحوالي 45,000 سيارة منهم تم احلالها بالتاكسي الابيض، وبالتالي عدد سيارات التاكسي اللي مر على صنعها 20 سنة او اكثر اصبحت قليلة جدا دلوقتي، فبالتالي الطلبات اللي بتجينا للاحلال في التاكسي اقل. الميكروباص يعتبر متوسط إلى حد ما، ويعني وصل لنا يمكن دلوقتي حوالي 1,000-1,500 طلب فقط، لكن بنتوقع لما تبدأ العملية تنتشر أكتر بين سائقي الميكروباص، لأن هم انضموا مؤخرا للمبادرة. منذ إطلاق المبادرة كنا بنشتغل على الملاكي والتاكسي، مؤخرا الميكروباص بدأ يعرف، فهيتزايد العدد ده تلقائيا حبة حبة. الملاكي بيمثل عندنا 90% من إجمالي الطلبات دلوقتي. وبنقول للناس اللي عايزين تتقدم لهذه المبادرة يتقدموا فين يا أستاذ أحمد برضو تاني؟ طريقة التقدم للمبادرة هي الموقع الإلكتروني للمبادرة، اسمه جو جرين مصر، أو حتى بالعربي لو كتب جو على جوجل كده مبادرة إحلال السيارات هيطلع الموقع. مطلوب تسجيل البيانات الأساسية للرخصة والبطاقة، وبعد كده بيختار نوع السيارة واسم البنك اللي عايز يتعامل معه. فوق العشرين سنة، إذا كان عندك سيارة فوق العشرين سنة، عمرها فوق العشرين سنة، وعايز تغيرها بسيارة بالغاز الطبيعي، مصر بتحاول إنها يعني تكون اقتصادها أخضر وتحاول إنها تكون صديقة للبيئة، فيمكن أن تتقدم لهذه المبادرة، مبادرة إحلال المركبات وإحلال السيارات. شكراً أستاذ أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات، والحقيقة أن فيها حوافز كبيرة، يعني مقدم أنت مش هتدفعه، هتدفعه عنك الدولة، في تقسيط، السعر أقل من السوق حوالي 5%، في فايدة 3% مدعومة من البنك المركزي، يعني في الحقيقة أمور كثيرة جدا، والأهم أنها بالغاز الطبيعي مش بالبنزين العادي الملوث والمرتفع. فيعني الحقيقة أنه دي مبادرة مهمة جدا، بنشجع الناس عليها.